هذه المشاركة المغربية والتي مثلت إفريقيا ومثلت العرب جميعا أضفت ملحا على هذا المحفل. ما أهمية وجود المنتخب المغربي حتى مقابلة الترتيب في مونديال قطر؟ أولا قطر قدمت مونديال للتاريخ. صحيح. أظن أنه الآن أحسن نسخة ديال المونديال من جميع النواحي، من الناحية التنظيمية، من الناحية اللوجستيكية، من ناحية التقنية، من ناحية المردود الكروي، ومن ناحية قيمة اللاعبين والمنتخبات، من ناحية مضمون مقابلات بأكملها، لا مضمون مقابلة دور المجموعات، ولا مضمون مقابلة الدور الثاني، ولا مضمون مقابلة المربع الذهبي. كنظن على أنها أبانت على أنها أحسن نسخة في تاريخ المونديالات، وهذه حقيقة لما شاهدناه بمونديال قطر. المشاركة المغربية الآن في هذا المونديال بالثقافة المغربية، بحضور اللاعب المغربي وأسرة اللاعب المغربي وأم اللاعب المغربي وزوجته وابنه وثقافته المحلية أيضا، هذا ما زادها جمالا، هو أن قطر افتتحت المونديال لإرسال رسالة واضحة للعالم، وهي الثقافة العربية وثقافة الإسلام. والحمد لله شاهدنا منتخبا عربيا يتألق ويصل إلى مرحلة نصف النهائي. المنتخب المغربي كذلك خاض المونديال بهوية مغربية عربية إسلامية اتضحت وظهرت للجميع، من خلال حضور عائلات اللاعبين، من خلال الروحانيات. هذا كان اختيار موفق من لدن الجامعة أو التي ساهمت في هذا الأمر. أظن أن الجامعة مع الطاقم التقني. كذلك كيفاش كنشوفوا حضور أمهات اللاعبين، كيفاش كنشوفوا العلاقات ديال اللاعبين مع العائلات ديالهم، لا من الطاقم التقني لا من اللاعبين. هذا أدهش الغرب صح؟ كيفاش كنشوفوا قبل المقابلة وبعد المقابلة ديك العلاقة الحميمية بين اللاعبين والعائلات ديالهم والطاقم التقني وكذلك الجمهور وجميع مكونات الجامعة. أرسلنا رسالة واضحة أنه الثقافة العربية والثقافة الإسلامية هي عندها هوية وعندها مبادئ، وهذه المبادئ هي قاعدة النجاح في أي شيء يقوم به أي بلد عربي أو أي شخص عربي مسلم. أظن على أنه فعلا أعطينا رسالة قوية، أبهرنا العالم بهذه الأشياء. الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى أنه المونديال يكون عربي ويكون فيه فريق عربي في المربع الذهبي بين الكبار، وما يمكننا إلا نفتخروا بهذه الأشياء اللي رسلنا للعالم، ما يمكننا إلا نفتخروا بما قدمه المنتخب الوطني المغربي، ما يمكننا إلا نفتخروا بما قدمته دولة قطر للعالم بأكمله. طيب.